في هذا المركز التاريخي للعاصمة التونسية أنشطة فنية مكثفة تقام في شهر رمضان المبارك. هنا في هذا الحي تنطلق الأضواء والموسيقى، رقص وعروض وألعاب نارية تؤثث المشهد العام وتخلق جوا من المرح والترفيه رغم التحديات الراهنة. الاحتفالات تنشط المدينة وتنحي الاسترس تاع الأجيال كلها الكبار والصغار، وما به ياسر معناها تحتفل تبدا احتفالات وتبدا نشاط وحيوية برشا حاجات. تلقى الأنشطة المتنوعة إقبالا مكثفا من طرف جميع الفئات، عروض فنية وموسيقية أصبحت تشكل متنفسا لا محيد عنه للمجتمع التونسي. سي تري امبورطون داسيستي ا دي سبيكتاكل كيما هذوما ويعطيكم الصحه، سي اكستراوردينير. احنا كنا دو باساج معناها من هنا ما في بالناش بالعرض، شدنا برشا الحقيقه. التظاهرة الفنية التي تحمل اسم أضواء المدينة تستقطب آلاف التونسيين والزوار الأجانب على حد سواء، ومن خلال هذه الأنشطة تحاول السلطات التونسية تعزيز النشاط التجاري والتعريف بالتراث الغني لإحياء العاصمة القديمة. الاحتفالات جت في وقتها بعد شق الفطر، العباد فرحانه بالعيد، سير النصف نتاع رمضان، ان شاء الله يرجع علينا بالدوام والصحه والعافيه يا رب، ان شاء الله تكون البلاد في سلم. التظاهره الفنيه التي تستمر الى غايه نهايه شهر رمضان تاتي فيما تواجه تونس تحديات اقتصاديه واجتماعيه غير مسبوقه، وتشكل هذه الانشطه محاوله من السلطه التونسيه للتنفيس عن الازمه الاقتصاديه التي همت جميع التونسيين.